بونجور، كمان سافا. ان شاء الله الكور بتاعت النهارده هعملها لكم في فيديو، لان في كذا حد طلب مني ان هو الميعاد مش هيقدر ان هو يبقى صاحي بدري او ان هو مش هيلحق الكور، فعلشان ما نبقاش مضطرين ان احنا نحضر كور او حد يبقى مفوت الكور ومتضايق، فاحنا هنعملها في فيديو. تمام، وهبعته لكم دلوقتي ان شاء الله. الحاجات اللي انا كنت حابه اقولها لكم، طبعا ميرسي للي اهتم وبعت الايستوار وبعت له الكادو بتاعه. تمام، وانا شغاله دلوقتي على السيرتيفيكات ان شاء الله، عشان كنت مديه فرصه للناس ان هي تبعت، فقلت استنى ان انا اعمل السيرتيفيكات دلوقتي وهبعتها لكم ان شاء الله على الجروب للي اشتركوا. بالنسبه لينا احنا في الاخر، احنا ايه اللي استفدناه من الكور ده؟ الكور ده كان الاساسي بتاعه ان احنا يبقى عندنا شان لكسيكال، او ان احنا نقدر ان احنا نكون فراز، وان احنا نعرف نتكلم مع بعض، وان الكونفرساسيون المفروض الكونفرساسيون السامبل المفروض بيبقى فيها ايه. تمام، طيب دي جزء. الجزء الثاني كنا واخدين جزء عن الفونيتيك. الفونيتيك اللي هو ازاي نقدر نقول الكلمه دي، او ازاي بنقدر ننطقها، بنعمل برونسيشن ازاي بطريقه سامبل جدا، مش الفونيتيك اللي هي بتاعت الكبار خالص، لا ده احنا كنا واخدينها ان حرفين مع بعض بيدونا صوت ايه، ثلاث حروف مع بعض بيدونا صوت ايه، البرونسيشن اللي شبه بعضها، الكلام ده كله. تمام، وقلت ان الحاجات دي مهمه عشان هتساعدنا في الليكتور. والبروجي بتاعنا كان ان احنا ازاي نقدر نعمل ليكتور لوحدنا، وانا ما كنتش قريت الايستوار معاكم غير اول باج بس، وانتوا قدرتوا اللي بعتوا لي قدروا ان هم يعملوا ليكتور حلوه جدا 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 جدا، بجد انا كنت مبسوطه بيهم قوي. بس كان في كذا فات مثلا ممكن تبقى حد فات بتقع منه، الكلام ده كله. الفيديو بتاعنا النهارده عن ازاي ان احنا نقدر نتفادى الفات دي ان هي تحصل. اول حاجة بالريبيتيشن. تمام، انا هشوف معاكم دلوقتي مثلا اكزامبل اقل شوية، يعني الاستوار دي المفروض ان هي الاستوار دي اصلا لسن صغير، السن بتاعها من 6 ans jusqu'à 8 ans. تمام، طيب انا دلوقتي بدأت الكلمة الاولانية دي انا مش عارفة اقراها، اول كلمة خالص voici colin، مش عارف ما اعرفش هتتنطق ازاي. طيب هروح اعمل ايه؟ هروح دلوقتي على reverso اهو، مثلا اهو reverso اللي انا كنت قايله لكم عليه اوريدي قبل كده، وهكتب voici وهشوفها بتتنطق ازاي. همشي كلمه كلمه، voici انا مش عايزه معناها، انا عايزه اعرفها هي، وهدوس فين؟ هدوس فين في voici؟ هدوس هنا voici. سمعتها، هسمعها تاني voici. طب انا سمعتها وبس؟ لا، انا بعد ما بسمع المو لازم اعمل ريبيتي ورا، يعني لازم اعمل ريبيتيشن ورا. انا سمعت كلمه voici، تمام voici voici، وعرفت ان انا مش هقولها voici، لا انا هقولها voici عشان جه وراها اي. تمام، طيب هروح تاني للإستوار بتاعتي اهي. le poussin le poussin، انا ليه ما قلتهاش le bousin؟ عشان احنا اخدنا ان الدوبل اس بتتنطق اس مش زد. تمام، كل اللي احنا اخدناه بنحاول ان احنا نطبقه. تمام، ناخد بالنا بس من رمارك تانية مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين ان انا لما هقرا مول وحدها وان انا لما هقرا فراز على بعضها. يعني من ضمن الفات اللي كانت متكررة معايا او لقيتها كانت كلمة دي تيل دي تيل دي تيل، كان في حد بيقولها حاجات تانية خالص. اوكي، هي التي جي وراها اي، فانا نطقت التي فقلتها دي تيل دي تيل. تمام، طب انا ما كنتش هبقى عارفة الرمارك دي، عايزه اتاكد دي البرونسيشن بتاعتها ازاي، هكتبها هنا اهو. على فكره هو مش عيب خالص ان احنا نتاكد. طب بعد ما هتاكد اعمل ريبيتيشن للحاجه. طب افرضوا ان انا شفتها كذا مره، انا شفتها كذا مره، هعمل ايه؟
بعد ما شفتها كذا مرة المفروض ان انا خلاص اتعودت عليها، المفروض ان انا اتعودت عليها. تمام، هتلاحظوا هنا في اي استوار من الاستوار اللي عندكم، مثلا سيبكم الاستوار دي هي شبهها بس السن اقل، بيجي ورا بيكتب لنا ايه؟ الليكسيك. زي ما انا قلت لكم البابيه او الفاي او الكايه والستيلو جنبنا وكاتبين فيهم كل الموديفيسيل. ليه؟ علشان دايما دايما افكر نفسي بيهم، اكتب ان انا اخدت المودي واخدت المودي واخدت المودي دكار، واكتب السانس جنبها بالمعنى اللي انا عايزاه، باللانج اللي انا عايزاه، فرنسي انجلي اي لانج انا عايزاه وبفهمه كويس جدا. تمام، بس دي كانت اهم البوان اللي انا كنت حابة اتكلم معاكم فيها، وكنت حابة اعرف لو حد عنده مشكلة او حد حصلت له مشكلة وبيعمل لكتور الدنيا ما كانتش ظابطة معايا في اللكتور والكلام ده كله. وحابة اشكر جدا 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 اللي بعتولي اللكتور، لان هي فعلا انا عارفة ان هما كان مجهود عليهم، وان هما يعملوها في فيديو كان مجهود عليهم، وان هما يطلعوا المودي في سيل ويبعتوها لي والكلام ده كله. بجد ميرسي جدا ليكم، ولأي حد عنده مشكلة مش النهاردة، مش لازم النهاردة، أي حد نزل إيستوار وعايز يعمل لها لكتور وعايز يتأكد من برونسيسيون معينة، عايز يتأكد من إن دي بتتقال إزاي أو معناها إيه أو أي حاجة، ابعتولي على الواتساب في أي وقت أنا معاكم، متقلقوش أنا معاكم على طول، حتى في الأجازة أنا معاكم. وان شاء الله بإذن الله أشوفكم في أحسن حال وفي أحسن صحة. ميرسي جدا ليكم، أغفار.